محبتي ضمن برنامج الخروج للرسم في الطبيعة واستخدام الألوان المائية الواتر كلر، هذا موضوع حي البحر والقوارب، اسمه قوارب الصيد. أتمنى أنه تستمتعون في هذا الفيديو على قناتي قناة أحبتي. في البدء عليك أن تلصق الورقة بشريط لاصق على المسند، مسند الذي ترسم عليه، ثم تقوم برسم الموضوع والتأكيد على ضبط النسب والمنظور وأن لا تضغط بقلم الرصاص بقوة، ثم تطوي الورقة بالماء بفرشاة عريضة، وثم تأخذ اللون الأزرق السمائي وبالفرشاة العريضة وبشكل سريع تفرشه في المساحة المخصصة للسماء وتلتقط المياه الزائدة حتى لا تسيل على بقية الرسم، ثم تبدأ بتمزج اللون البحري لتلون سطح البحر، وتظهر أيضا حركة الموج، الخطوط الضعيفة أو البعيدة تصبح خطوط ناعمة، والقريبة تصبح الأمواج فيها ثخينة. ولا تنسى أن تؤكد على منظور البحر، البحر من بعيد يصبح غامق ومن قريب يفتح، ثم تجانس السطح ما بين السماء والبحر، وعليك أن تحترس من وضع الألوان على المناطق الغير ليس لونها. ثم تبدأ تأخذ سطح القارب الأول، بطن القارب لون أزرق، وعليك التأكيد على الدرجات اللونية، درجات اللونية أقصد بها كمية اللون وكثافته في المكان المخصص له، وهنا لابد من نشر اللون بشكل صحيح. لاحظ كيف أبدأ في وضع تونات ودرجات الظلال داخل القارب، وهي مهمة جدا، مناطق يصبح فيها هذا اللون، لون القارب الأزرق الفاتح، وهنا تكسر البحر أي الأمواج وعالجها بشكل بحيث الخط الموجة البعيدة تصبح صغيرة والموجة القريبة تصبح كبيرة، وأيضا منظور خط البحر كيف يخترق زجاج السيارة. الآن لاحظ اللون هذا الذي أمزجه هو للقارب الثاني، هو أيضا لون أزرق ولكنه فيه شوية خضرة، يعني أمزج بين الأزرق والأخضر يصبح لونا شذريا. أما الأرضية فهي أرضية الساحل، رمال ما بين الرصاصي البني
يعني تمزج بين البني وشو قليلا من مسحة من الأزرق ومسحة من الأسود، تأكيد على الاستفادة من هذا اللون. أيضا أجد هناك في القارب الثاني وضعت الليل، أما سطح القارب الأبيض فهو حساس جدا، فيه صفرة وفيه برتقاليات وفيه رصاصيات، لابد من معالجتها بحس شفاف، أي استخدام الشفافية ترانسبرنسي مهمة جدا، وهي أساس ووجود الألوان المائية. أماكن العمق مهمة جدا، هذا المكان العميق اللي هو بطن القارب وفي الجهات المحيطة به السواد، عليك الحذر وأن تكون خطوطك بفرشات ناعمة رشيقة كي لا تغلط، لأنه صعوبة الألوان المائية إنه الغلط لا يسامح عليه، لأنه لا تستطيع معالجته ومسحه مثل الألوان الزيتية. فلذلك تعتبر الألوان المائية صعوبتها هي هذه، صعوبة إنه الألوان غير قابلة للرسم عليها بشكل ثاني، يعني لا تستطيع أنه تعيد الرسم على مرتين على نفس المكان، خصوصا عندما يجوف. الآن المعالجة المهمة جدا هو هذا الجمالية اللي هي باطن القارب. باطن القارب مهم جدا، هو دراسة بفرشات ناعمة ذات شعر جيد لا يتقطع ولا يترك آثار جانبية، مدببة، وتستخدمها بعناية وحذر. ومثل ما أكدت عليكم أنه الاهتمام بالتونات، التونات هي الدرجات اللونية، التدرج اللوني في السطح، سطح المركب. لاحظ كيف أدقق بالنواعم، هذه النواعم هي المهمة جدا في القارب، في رسم القارب وتلوين. أحبتي خطوطكم يجب أن تكون رشيقة وغير متعرجة، أي تعرج في الخطوط يثير العين ويتعبها، يعني يتعب المتلقي. لاحظ الفراغ الذي بين عمق القارب وسطح القارب من الخارج، هذا الخط تقريبا يبان الآن بشكل بياض، هو هذا مهم جدا، سأحاول أنه أقربه أكثر للتفاصيل حتى تطلع عليه. الآن بدأ القارب الأول اللي هو قريب علي يتكامل، والآن أنا في دور وضع الرتوش أو وضع اللمسات الأخيرة لإخراجه بشكل لائق، يعني الأوساخ اللي موجودة أدرسها أحس فيها، الظلال الساقطة الآن من القارب على الأرضية ذات عمق كبير جدا وهي ظلماء تأخذ اللون الغامق جدا، ممزوج بين البني الغامق والأزرق والأسود. تدرسها بتفاصيلها بشكل جيد، أهم شيء
عندك هو انه لا تغلط، يعني تتأكد من وضع اللون بشكل صحيح. ومثل ما اوصيتكم انه الغلطة لا تختفر لانه لا تستطيع اصلاحها، اذا وضعت عليها لون ابيض لاصلاح الموضوع انتفت الشفافية واصبحت رسمة جواش وليست رسمة واتر كلر. الجواش هو الالوان البوستر القريبة من الاكريليك، ولكن الالوان الواتر كلر هي الالوان الشفافة التي تكون ترانسبرنسي، اي شفافة، وهي الميزة المهمة والكبيرة الى الالوان المائية. فعليك الحذر من الخطأ. وايضا احترس من سقوط اللون من الفرشاة على سطح اللوحة، لانه ايضا صعب جدا تصليحه، يترك عيبا. لاحظ في جهة اليمنى من الاسفل على اليمنى هناك عندي نقطتين سقطت من الفرشاة، ولكني لا استطيع اصلاحها. سوف احاول انه ابينهم انه نوع من الصخور او الارضية الرملية التي مشى عليها انسان. ستلاحظ في ان شاء الله في نهاية اكمال العمل هذا. الان انا اؤكد على مسقط الظل القوي جدا تحت القارب، لانه سيجعل القارب يبرز يصعد الى الاعلى. حافة القارب حواك سوداء، صار ما بين الازرق والابيض يعني هذا لون القارب. الان تنظيف الحوافي، الحاشيات، يعني اي حركة زائدة وتعرجات غير صحيحة وغير ملائمة احاول انه اساويها. الان الظلال ساقط ما تحت سطح القارب، وايضا سقوط الظلال من قبل الاعمدة التي تغطي سقف القوارب السقيفة، أعمدتها تسقط ظلالها على القوارب، وهي مهمة جدا لتجسيد الموضوع. وهذه الظلال أيضا، وسوف تلاحظون سأعتني عناية كاملة في شبكة الصيد في الجهة اليسرى. الآن هذه سأعالجها معالجة دقيقة جدا وبصبر كبير. هذه كلها ظلال ساقطة من جهة اليسار على القارب وعلى سطح أرضية الموضوع. هذه المنطقة لكونها قريبة عليه لابد أن تكون مدروسة، يعني مدروسة يعني تكون مرسومة بشكل صحيح. هذه هي الشبكة وفيها هذه الكرات الحمراء التي ترفع الشبكة حتى تطفو في الماء.
هذه أضعها وأضع حبالها أيضا، وسوف أقوم بدراسة الشبكة حتى حتى، قولة المصريين، جزء جزء بشكل دقيق وأنيق، تأكيد على الضوء والظل، الغامق والفاتح، وهي مهمة ليست بالسهلة على الذين لا يمارسون الألوان المائية. فالألوان المائية تحتاج إلى ممارسة ومران، مران مران مران، وشجاعة وبدون خوف أو تردد. مثلا نشوف هذا اللون، الشبكة هو أخضر، ولكنه نتيجة تركها مدة طويلة في العراء في الشمس تتغير ألوانها، فتصبح عدة ألوان، منها تأخذ ألوان الأوكر والمخضر، ومنها تأخذ اللون الأخضر المزرق، ومنها تأخذ اللون الأخضر المصفر، وهي شبكة فيها تطريز، فيها حياكة، فأنا مضطر إلى حياكتها، حياكة تليق بهذا المنظر الجميل الذي أقدمه هدية لكم أحبتي لتعلم الألوان المائية ودراستها. ومثل ما قلت لكم، يتطلب منك صبر، والصبر طيب، الله أم يجعلنا من الصابرين الحامدين الشاكرين. هذه دراسة الشبكة تحتاج عناية ودراية. هو أهميتها التركيز بين الضوء والظل. الآن سأضع اللمسات الأخيرة، وهي لمسات العمق، المناطق الظلماء، حتى تبرز وتصبح قابلة للمشاهد. كيف استطعت لاحظ إبراز الحبال البيضاء؟ سأقرب الشاشة والكاميرا عليكم عندما أمنتج الفيديو. وهذا العمود، هذا العمود هو نفس لون البحر ولون القارب، فلا بد من العناية فيه والتأكيد على الظلال الساقط عليه. أما القارب الثاني يحتاج منك إلى دراية ودراسة، دراسة وصبر جيد بالفرشاة الناعمة. الحقيقة يحتاج فرشاة دقيقة. فيها بوينت، فيها سهم صغير للخطوط والأماكن الغامقة. وهناك أيضا عليها أيضا شبكة من شبكة الصيد، أحاول جهد إمكاني أيضا أن أبرزها. الآن شوف أضع اللون عليها بشكل جيد، وأيضا الظلال الساقطة على هذه الشبكة، وأيضا تأثيرات الطقس، تأثيرات الشمس، تأثيرات الأجواء، تأثيرات الرطوبة، كلها عوامل ساعدت على وضع تونات يعني تحتاج منك إلى صبر لتجسيدها. لابد أن تكون عينك ميزانك، عينك تستطيع أن تقرأ، أن تقرأ بشكل جيد الألوان. فلذلك لذا أنصحكم دائما ارسم ما أمامك، ولا ترسم ما تتخيله أو على
صورة. الرسم المباشر هو الذي يعلمك أو يدرب عينك على الرؤية والمشاهدة. هذه الآن أنا الآن وصلت إلى الظلال الممزوجة بين ظلال القارب الأول والقارب الثاني، فلا بد أن تميز بينها. هذه ظلال غامقة القريبة، أما البعيدة فيخف لونها، يعني لأنه كلما ابتعد الشيء خف اللون. أعالج أيضا معي الأرضية الآن، هذه مسكات الأرجل ماشي على الرمال، وضعها بشكل جيد. شوف الآن حاولت أنه أضيع النقطتين التي وضعت سقطتا مني، والآن حتى تتماشى مع أرضية أو السطح القريب من عندي، أرضية الرمال. معالجة يرادها معالجة ذكية تحتاج إلى. ولا تنسى الماء، الماء دع فرشاتك تصرخ ماء ماء، وكأنما هي معزل. الآن الشبكة، شبكة الصيد التي على القارب الثاني، والظلال مهمة جدا مساقطها، يعني مسقط القارب الأول سقط ظله على القارب الثاني، وهكذا. الذي أردت أن أقوله لكم هو الظلال تختلف من هنا إلى هنا. هذه المعالجة الجيدة والجادة في إخراج موضوع مائي مهم جدا مثل هذا الموضوع المهم والحيوي الذي أمامكم. التفاصيل الدقيقة مهمة جدا. هذه ظلال عميقة لأنه تحت القارب الثاني، مهمة جدا. وأيضا الظلال التي تحت السيارة لاند كروز، هذه السيارة سيارة برادو، وهذه الخضرة الزرع اللي موجود مهم جدا معالجته بشكل صحيح، لأنه نما هذا الزرع. وهذه اللايت لايتات. الآن معالجة الشبابيك السيارة مهمة جدا، ومساقط الظل عليها رائعة جدا، لأنه ستحيي الميت الرمني. الظلال مهمة جدا، مساقط الظل مهمة جدا جدا جدا. وأنا سعيد أنه أقدم لكم هذا الموضوع الرائع الذي الآن. أعمدة السقف، السقفية، السقيفة، هذه السقيفة مهمة جدا، هي كانت عامرة بالتأكيد، وأيضا تهرأت مع هبوب الرياح والعواصف والرطوبة وغيرها، وأصبحت ذات جمالية خاصة. سأعالجها معالجة جدية وأدرس تفاصيلها بشكل جيد. لاحظ كيف أسحب الألوان، هذه الألوان الخشبية. أحبتي، هذا هو عاد المساء، وكما قال الانطباعيون يرسمون طيلة النهار، صباحا وظهرا ومساء وحتى ليلا. نعم، كان الانطباعيون يرسمون المنظر الطبيعي عدة مرات في اليوم، مثل ما عمل الفنان موني عندما رسم كاتدرائية روان عدة فترات في النهار، فأنتج 4 لوحات مهمة جدا في تاريخ الفن، محفوظة في المتاحف الفرنسية. أحبتي، هذا المنظر كان قد رسمته منذ الصباح الباكر وحتى المساء، يعني أنا يوم كامل كنت أرسم. لذلك تلاحظ أنه كيف اهتميت بالتفاصيل.
وأنا مستمتع الآن بهذا الرسم وأنظر إلى لوحتي وهي تكتمل، وأضع اللمسات الأخيرة وأجد أنه هذا المنظر أصبح منظرا مهما له، يعني أفرحني جدا حقيقة. هذه السقيفة أخذت من عندي وقت بشكل جيد، سأختزلها لكم بهذه الخطوط السريعة. الآن انتهى الموضوع، وأرجو أن تكونوا بخير. مع مصورتنا الجميلة الحاجة أم حيدر التي ساعدتني في تصوير المنظر طيلة فترة الرسم كانت معي، شكرا حبيبتي.